أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الفيلسوف مع سمير سعداوي. واليوم راح نفهموا عقدة بالبيض وراح نسيها لكم في الأزرق ملون هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحتاجه في العقدة تاعنا، في الخلطة تاعنا، نحتاجه ثلاث بيضات، ونحتاجه مايزينا ولا نشاف كما كل واحد كيف يسميها. نحتاج هيدروكسيد الصوديوم، مادة تصدير الزيتون، هيدروكسيد الصوديوم. أسامة أعطيني القرعة تاع السعيدة. نبداو الخلطة مع بعضنا. راني مانيش في الدار، راني في الحانوت، وما عنديش فيها نخلط لكم. الناس اللي تشتي القرعة وتعلق في التعليقات وتقول لك دير بدون ودير ليسونسيال، نعطيكم فكرة على نجيبوا الوعاء يكون بلاستيكي ونديروا فيه ثلاث بيضات. ليسونسيال المقادير تاع النشا والماء والهيدروكسيد الصوديوم. انا دوكا راح ندير هواوي كيما نقولوا عيني ميزاني. نتوما نورمالمون راني ذاكر لكم المقادير شحال دير النشا وشحال دير هيدروكسيد الصوديوم في الفيديوهات اللي فاتت. نديروا ثلاث بيضات مع النشا. خلطوا مع بعض. بعد ما تخلط مليح تقدر تضيف هيدروكسيد الصوديوم. المهم هذه هي الخلطه تاعنا. وبتقول لي علاه درت البيض؟ البيض مليح بزاف للشعر وفيه فيتامين بي 5. بي 5 هذا مليح بزاف لفروه الراس وللشعره ويحميها من هيدروكسيد الصوديوم. المهم نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله.